هذا واستشهد فتى فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. قالت الشرطة الإسرائيلية إن الفتى الفلسطيني حاول طعن جندي إسرائيلي، إلا أن شهود عيان نفوا الرواية الإسرائيلية وأكدوا أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما كان أعزل. وشهدت مدينة جنين في وقت سابق حملة مداهمات اعتقلت خلالها قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، كما طالت حملة المداهمات والاعتقالات أحياء فلسطينية في مدينتي نابلس والقدس.